بتاتي السلام عليكم، كي صبحتم؟ لاباس عليكم، كي داير مع الصحة؟ مبروك عواشركم خواتاتي. اليوم خواتاتي غندير معاكم مريقة ديال الشفرجل قبل يدخل رمضان بعدا. ايوا هي هذيك. بسم الله بسم الله. انا خواتاتي الحيمات ها هما نتاع الفو. وهنا خواتاتي غادي ندير شويه الزيت ندير شويه ديال الزيت وحط ثلاثة د العرش كاع. شوية الملح خواتاتي كما بحال العادة. وهنا شوية ديال سكينجبير مع عشق صغيورة، مع عشق صغيورة تاع البزار، مع عشق صغيورة ديال القهوة وديال الخرقوم البلدي. انا خواتاتي ما تنبغيش ندير هذيك الغبره ديك الرقيقه. دابا خواتاتي غادي نديرو هنايا يتحلى. بسم الله. هنا غادي نبدا بالبصيله البنات، ان شاء الله تشوفو البصله. خواتاتي عواشركم مبروكة، صوموا وتعاودوا بالصحة والعافية نتوما وليداتكم وفاميلتكم. برد وسخونة. هنا خواتاتي غندير قصيبر، هنا البنات غنقي الشفرجل، غنعسلو. دابا البنات هانتوما عارفين كل شيء، حتى حاجة ما تنخزنو عليكم. غزال هاد الشفرجل البنات كلا زوين، طيبتو ديك الناريات السيمانة دازت، وراه تا واحد ما تيبغي عانا بنتي ولادها قالت لا ما ناكلوش حليت ناكلو التفاح. وخواتاتي والله تعسل بالقرفة والسكر.
البلاد راه عندنا عالي الشفرجة حنايا، تا هنايا نيت نغسلو قدامكم خواتاتي وتشوفو شحال زوين تيجي. انا غادي نغسلو، ها انتما البنات تعالوا لهنا وديروا له ها الوسط، شقوا شويه هادي السيمانه وانا شاريه اليوم نديرو غدا نديرو. كله طياب دابا شويه البنات ديروا له شويه ديال الزيت من فوق، شويه ديال الملح، شوية القرفة خواتاتي، والسكر هانتوما غنديرلو المعشقة الأولى، المعشقة الثانية، كل واحد يدير على شقد، هادي ثلاثة د المعشقات. هانتوما خواتاتي غنديرلو شوية الخرقوم من الفوق، ما غيعطي حتى حاجة وينعكك بعداي. خواتاتي غندير معاكم شوية د الخبز، ندير واحد جوج خبيزات ديال الفران، انا درت شويه الخميره هذه المعجونه وخفت ما تخمر لي، قلت اجي ندير شويه الخميره الفوريه. ها هي حبوب ندير شويه السكر سنيده بودر فالو مليحه. دابا خواتاتي درت جوج كيلو جوج كيسان ديال السميده الرقيقه الفينو، ودرت جوج كيسان ديال الفرينه الرطبه فورس. بسم الله انا غنغسل، اللي غادي نعجن نخمط في هذه هي حيت عندها القفاله باش نسدها. انتما عارفين البنات راه مبقاوش مبقيناش العجينه ندفكوها كما داري، كري كنا نديرو على ركابينا. وقيلا غندير معاهم طيليعات بيزات ديال المطلع، انتي تتبغي المطلع وقتا راه قرب رمضان ونبقاو نديروه كل نهار. والماء خواتاتي عينكم ميزانكم، انا ما كاين السميده اللي تتشرب الماء وكاين السميده اللي ما تتبغيش الماء بزاف، هادي ميان. ها
فكاع تعطيو شويه د الماء ترحفوه مزيان. ملح البنات شويه الملح معاش قصيوره ديال القهوه وزيدكم حاجه البنات ما ربنا تقولوا تنساو الملح عاد تشوفوا العجينه تبقى تلصق ليكم في يديكم وتلصق في عفوا راها خصها الملح نزيد مويها ها شويه باش تجي مرخوفه اخواتاتي راه بقات لي تدلك لا والو نعطيوها شويه د الماء يخفوها بيه وصافي نصف الماء غادي نغطيها اخواتاتي البنات انا رجعت معاكم ها العجينه ديالي خمرات شوف طلع عندي في البنات ها غندير مطيليهات خفيفه ليزي 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 تخفي شوية هانتم اخواتاتي هاش طرز البر تاع السل شتي شافي اللي فيه سيرو شفرزتي هانتم البنات شفرزتي ولا اللي تتعسليه بالقرفة والسكر خلي شوية يشرب اشرب هاد الحلاوة اخواتاتي شحال جات خفيفه بنتي بغا نطلع هكايا كيقول لي ماما لا تخبزيه ما ديريلوش الزيت خليه هنا شف نقولو حنايا نطلع الحش بنات انا تنخبز الخبيز ديالنا تقريبا ساعة يا خواتاتي مامي
خوتي انا كملت الطواجين ديالي. ها هويا ها هو خواتاتي هذا البرقوق باش انا سمحوا لي بالشفرجال والزبيب والبصله. ها انتم خواتاتي ما تشوف عوينتكم واحد الريحه زوينه. ايوا انتم هذا النهار وها الخبز ديال الدار. هانتوما خواتاتي مزوينة نزينو اليوم خبز شوية د المطلع خبزنا المطلع قبل رمضان. هانت صلع البيض غزال مفشفش ها ودابا خواتاتي غنخليكم ونهاركم سعيد ونبوسكم ونبروك عواشركم اخواتاتي. تصومو وتعاودو ما تنساوش اخواتاتي تلايكي وديروا ابوني وبارطاجيو مع اخواتاتكم وصحاباتكم. بوسكم